عبد المجيد تبون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية، فايز السراج الذي حل اليوم بالجزائر في زيارة على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا. اللقاء يندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين الذين يسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وكذا بحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة.